هي ابنة ملك كان أول ملوك يورك، وأخت ملك صغير تم إعدامه ظلما في برج لندن، وزوجة ملك استمد شرعية عرشه منها أكثر، وأم ملك أثار جدلا على مدى قرون وهو هنري الثامن. عن الملكة البيضاء إليزابيث يورك نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل ندعوك عزيزي المتابع إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. ولدت الأميرة إليزابيث يورك سنة 1466، إلا أنها توفيت على المخاض سنة 1503 وهي تبلغ من العمر 37 عاما فقط. وعندما كانت في الثالثة من عمرها خطبت لفترة وجيزة من جورج نيفيل، إلا أن الخطبة ألغيت بعد ذلك لأن عائلة جورج لم تكن وفية للملك وشاركت في تمرد ضده. بعد ذلك وفي سنة 1475 وافق الملك الفرنسي الحادي عشر على تزويج ابنه تشارلز دوفين فرنسا من الأميرة إليزابيث يورك التي كانت آنذاك في التاسعة من عمرها، ولكنه تراجع عن وعده بعد ذلك، خاصة وأن والدها الملك إدوارد الرابع قد توفي في التاسع من أفريل سنة 1483 ليدخل العرش البريطاني في صراعات عدة، حيث ورث العرش عن والدها شقيقها الأصغر إدوارد الخامس، وتم تعيين عمها ريتشارد وصيا على العرش وحاميا لأبناء أخيه. خان هذا الأخير الأمانة التي أكلت به فانقلب على ابن أخيه الصغير وقام بسجنه مع شقيقه الآخر في برج لندن قبل أن يأمر بإعدامهما سنة 1483. هكذا أعلن نفسه ملكا لينمو في قلب الأميرة إليزابيث حقد كبير على عمها ريتشارد. في تلك الفترة كانت حرب الوردتين مستمرة، وهي حرب أهلية حصلت بين عائلتي لانكاستر وعائلة يورك حول الأحقية بكرسي العرش. ورغم عن أن الحرب قد بدأت سنة 1455 إلا أنها انتهت بعد سنتين من تولي ريتشارد العرش، حيث انتصر عليه هنري الذي أصبح يعرف بهنري السابع ملك إنجلترا. ولترسيخ حكمه أكثر تزوج هنري السابع من الأميرة إليزابيث يورك لتصبح إليزابيث الجميلة ملكة رسمية على إنجلترا. أحب الزوجين بعضهما البعض، وأنجبت إليزابيث لزوجها 7 أبناء، أهمهما الأمير آرثر أمير ويلز والأمير هنري الذي سيصبح فيما بعد هنري الثامن. إلا أن الملكة إليزابيث في حملها السابع تعرضت لصدمة كبيرة إثر وفاة ابنها الأكبر آرثر، لتقضي السنة الأخيرة من حياتها في حزن عميق. كانت إليزابيث يورك آنذاك حاملا في طفلتها السابعة كاترين، ولقد كان هنري السابع خائفا كثيرا على زوجته إليزابيث، حيث تعقدت الحالة الصحية لها إثر الولادة فكانت تنزف بشدة، الأمر الذي أنهى حياتها لتموت أثناء نزيف الولادة وهي في عمر 37. هكذا انتهت حياة الأميرة الجميلة التي لم تعش كثيرا، ولكن تأثيرها كان كبيرا على إنجلترا، حيث أن ولدها هنري الثامن هو الذي سيصبح ملكا بعد أبيه، وستعيش إنجلترا في عصره أحداثا غريبة ومدهشة. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.